بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا مبارك، حبايبنا مبارك، تعالوا كل سمك. شفت السمك وجمال السمك؟ وجبه حلوه هتعجب حبايبي، بالصلاه على النبي. سمك بلطي مع سمك مكاريل، احلى سمك مكاريل اهو. شفتوا الجمال؟ الجمال تحفه تحفه، بالصلاه على النبي. مع رز، مع رز احمر، مع سمك مكاريل اهوت، مع جرجير بقى، مع خاص، مع حاجات جميله، حاجات شتويه، بالصلاه على النبي. احلى وجبه سمك حبايبنا مباركة، تعالوا كلوا معانا وبالصلاة على النبي، تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة على النبي، كل سنة وانتم طيبين حبايبنا مباركة، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. طبعا النهاردة بقى قلت ايه، هعمل وجبة كده حلوة، فسفور كده حلوة مغذية، بالصلاة على النبي. طبعا جبت سمك مكاريل اهوت اهو، لسه ما شطفتوش مكان ما منضفولي بتاع السمك، لسه هغسله، فقلت اما اوريكم برده. سمك مكاريل النهارده هنعمله صينيه، بالصلاه على النبي، السمك المكاريل. طبعا الادوات دي بقى بتاع السمك، مع سلطه خيارايه، مع ليمونه، مع جزره، حاجات برده لسه ايه ما غسلتهاش، هوضب وارجع اوريكم. جبنا سمك بلطي برده اهوت، النهارده هنعمل سمك بلطي وهنعمل ايه، سمك مكاريل صينيه وهنقلي، بالصلاه على النبي. طبعا الادوات دي بتاع ايه، السلطه والسمك. دقه هريسه طبعا من اللي انا عاملاها، بحشي بيها السمك، اللي هي توم على فلفل على ليمون، يعني ايه الهريسه اللي هحشي بيها السمك. خل، زيت، رز احمر، هنعمل رز احمر. هنعمل طبعا بقى الادوات بتاع السلطه بقى، الخضره بقى، بقى شفت حاجه في الشتا جميله ازاي، خضره، جرجير، خس، يعني الادوات بتاع السلطه، دقيق، كمون، ملح بشطه، كزبره. طبعا هغسل حاجتي واوضبها، واما اجي اشتغل هوريكم، بالصلاه على النبي، تعالوا كلوا احلى سمك عند ماما بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. طبعا غسلت البلطي، سبت البلطي غسلته بقى اهوت، بالصلاه على النبي، قشطه قشطه فل اهوت، بالصلاه على النبي، غسلت البلطي كله بالشكل ده. المكاريل برده بالصلاه على النبي، مسكته غسلته وقطعته كده اهو، جميل جميل. طبعا ايه، هنبدا نشتغل على طول بسم الله، ونعمل ايه، نشتغل شغلنا على طول. هركن البلطي على ما اخلص المكاريل، هشتغل بالصلاه على النبي. هنعمل صينيه مكاريل، هنروح حاطين كده قوطه كده تحت، عاملاها ايه، ترانشات كده اهوت، مع بصل ترانشات كده اهو، صينيه سمك كده جميله جميله، بالصلاه على النبي. حبه فلفل كده شرايح كده اهو، حبه ملح. بنبدا نسمي الله، ونجيب ايه الهرسه بتاعتنا، وعاملين كده اهوت. شفتوا بقى الشكل والتحفه، شايفين عامله ازاي المكاريل؟ وبروح رصه كده غيره، بروح برضو رصة. شفتوا الجمال بتاع المكاريل؟ تحفة تحفة. طبعا الهرسة دي فيها ايه، فيها ملح، اروح رشة برضو حبة ملح كده، اروح حاطة بقى بصلي كده اهوت كده اهو، الفلفل بقى اهو، ترنشات اهو كده. اكلة حلوة مغذية، بالصلاة على النبي. انا مكتره البصل، البصل بيبقى حلو مفيد ومضاد حيوي، وايه الصينيه دي فايدتها البصل بس. بروح عامله ايه بقى، بالصلاه على النبي، الليمون بقى كده اهوت. شفتوا بقى الليمون كده اهوت، محصر الليمون كده اهو كده اهو، الصلاه على النبي. احلى صينيه سمك مكاريل كده كده اهوت، ادي الليمون، كمون بقى، كزبره، ملح، لان السمك الهريسه فيها ملح. شفتوا بقى الجمال هنا بقى، ده ايه، دخل، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، ده زيت، بالصلاه على النبي، جزر مبشور. شفتوا الجمال؟ حبة خضرة، كزبرة، على شبت، على، تعالوا نولع مع بعض صينيتنا اهي.
خلصناها. انا مجهزه الزيت بتاع القليه اهوت في الطاسه، طبعا هغطيها وتعالوا نشتغل في البولت. طبعا ايه هنشرط البولت ازاي بقى كده بالصلاه على النبي كده اهو، عشان يشرف ايه في التتبيله اللي هنتبله فيها كده اهوت بالصلاه على النبي. طبعا انا شردته كله اهو اهوت، عملته كده اهو اهي اهو، خليت اعملها قدامكم كده اهو. طبعا بنعمل ايه بقى بالصلاه على النبي، بنروح حاطين هريسه كده، ولعنا عملنا الصينيه ولعنا عليها ملح بكمون كده اهوت كده اهو كده عشان يشرب كله اهو. الصلاة على النبي، جزر، خضرة، الصلاة على النبي، شايفين السمكة بقى تحفة تحفة بالصلاة على النبي. طبعا ايه هكمل الكمية كلها واوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه حشيته كله كده اهو، شفت شكله بقى بالصلاة على النبي تحفة تحفة اهو، عملته كله كده شرطته عشان يشرب من الدقة بالهريسة بالصلاة على النبي اهو، عملته كله كده. طبعا ايه هنعمل ايه بقى، هنبدر على طول. طبعا هنا كمون وكزبرة مع الدقيق كده اهوت اهو كله مع بعضه، واروح ايه مبدرة كده اهوت عشان نقلي على طول. عملنا الصينية مع بعض وهنقلي بقى ايه، نبدر ونقلي على طول بالصلاة على النبي. نبدر كله كده طبعا اهو اهوت، عشان تتبيله جميله مع جزر كده مع خضره مع حاجه جميله كده ايه، السمك حلو فسفور حلو مغذي بالصلاه على النبي. السمك اهي شايفين الجمال. طبعا هبدره كله واما جالي هوريكم. طبعا انا ايه هعمل بقى الرز اهو. طبعا اكلتنا النهارده كلها ايه بزيت بالصلاه على النبي. خرطت بصله اهي هنحمرها بالصلاة على النبي، صينيتها هي تعيد عليها بس على العين ايه اللي ورا عشان اقلي البولتي اهي بالصلاة على النبي. الكمون بتاع الصينية تحفة تحفة، وهنا البصلة شغالة بتاع الرز، وهنا الزيت شغال بتاع القلية. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. طبعا ايه بدرنا السمك مع بعض، حطينا زيت اهو، انا مش مكتره زيت برده قوي عشان اقول لكم يعني حبايبي الزيت غلي ونعمل على قد الحاجه بدل ايه بتاع السمك ما يتكب. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. حطينا اول سمكه اهي، شفتوا الجمال الصلاه على النبي. طبعا حطينا دول اهو، هقلي دول، ولا طبعا البصله شغاله هي اهي مع بعضينا، والصينيه شغاله حبايبي ايه خليكم معايا. طبعا ايه هطلع يعني اقلي، وقبل ما اطلع اوريكم خليكم معايا. مرت اهي بروح حاطه الملح، انا بقى عامله صلصه في البيت، بروح حاطه الصلصه كده بالصلاه على النبي. شفت الجمال بقى بالصلاه على النبي، هات لي رزي في نفس الوقت سمكي شغال بقلي البولتي، الصينيه بتاعتي شغاله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو رزي اهو كده، عملنا رز مع بعض اهو خلصنا الرز مع بعض. تعالوا معايا صلاة على النبي، البولت بتاعي شفتوا الجمال، شايفين الجمال اهو. في نفس الوقت صينيتي شغالة صلاة على النبي. طبعا هقلي البولتي والرز احنا عملناه
واخلص السمك واوريكم الوجبه. خليكم معايا. الحين شايفين شكل البولتي بقى بالصلاه على النبي. شايفين البولتيايه من فوق لتحت. بصوا الجمال اهي. بصوا الجمال البولتي اهو. اطلع الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه برده اهي اهي. الصلاة على النبي مثل كان اهي اهي. طبعا هكمل البولت كله واكمل وجبتي وتيجي تتغدوا معايا. الرحيم طبعا خلصنا البولت. هشوفتوا احلى بولتي بالصلاة على النبي. طبعا الصينية برده خلاص اهوت اهي كده اهي. هندفع عليها. شفتوا الجمال. تيجي تاكلوا معانا احلى صينية مكاريل بالصلاة على النبي. طبعا هنغرف وناكل وتيجي تاكلوا معانا. طبعا الرز اهوت برده خلصته بالصلاة على النبي. هنغرف وتيجي تاكلوا معانا بالصلاة على النبي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى وجبة سمك. احلى وجبة سمك. تعالوا كلوا سمك عند ماما بركة. سمك بولتي، رز بصلة كده احمر جميل، سمك مكاريل صينية. وطبعا حاجة السلطة ايه، عملنا السلطة لان الصينية مش محتاجة، كنت مجهزة حاجة السلطة. تعالوا بقى نطلع ايه واحدة كده ايه مع بعضتنا كده بالصلاة على النبي وتيجي تاكلوا معانا احلى سمك مكاريل بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. شفتوا الجمال. شفتوا الجمال بتاع السمك المكاريل بالصلاة على النبي. تحفة تحفة مع البصل بقى كده والحاجات الحلوة دي. شايفين الجمال احلى صينية السمك. وتيجي تاكلوا معانا سمك مكاريل صينية. وانا خلصت الوجبة كده حبايبي بالصلاة على النبي. يا رب الوجبة تعجبكم. وجبة سهلة وجميلة وتحفة تحفة بالصلاة على النبي. احلى سمك. وتعالوا كلوا معانا حبايب مباركة. واستنوني في الفيديو الجاي.